ونستعجلش. مواعيدكوا جايه. لا بابا الوتو ده بره. لا على فكره يا جدعان ممكن نسكب عادي، لسه هو امبوستر واحد بس، احنا دلوقتي خمسه. قشطه، خد عليا دليل وفوت عليا. اوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد. ده جاب لكم فيديو جديد النهارده يا شباب، معايا الشباب الحلوين في لعبة امونج اس. اهلا وسهلا بيكم. ما تقولوا يا كلام حاج، ما تقولوا ايه او ليه؟ تقول ايه؟ يلا يا جدعان، يلا كلنا ميوت، يلا كلنا ميوت ميوت. ليتس جو ليتس جو. مبدئنا بس كده ايه قبل المهمة دي، يلا نهدى شوية نهدى شوية. احنا ايه، احنا هنلعبها بروقان، لعبها بروقان. خلصت المهمة ديت، نروح نعمل الابلود هنا. لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اقتله دلوقتي، استنى شوية. لا تخلص المهمة دي خلاص. بس هنا لحد على الكام نعمل سويب كارد، حاسس انها صعبة شوية، مش عارفين نشتغل. يلا ها يلا تمام. هو خلصها، انا مش عارف اخلصها لان انا هنكت ولا بتاع. ايوه نفي كوميونيكيشنز. بسم الله الرحمن الرحيم، نولها كده. بيبو اللي مات، بابلو اللي مبلغ. لا بص دكتور، انا كنت في الاستورج ماشي، واقف جنب بيبو وبيبو قتل. بيبو مؤمن اللي قتل بيبو، مؤمن اللي قتل بيبو. انا عملت ايه؟ ايه ده؟ لحظه لحظه عشان انا لحظه انا هسيف مؤمن. معلش معلش انا هسيف مؤمن لان مؤمن كان شفته معايا في الادمن، وكان معايا سترايك، شفت اللي كان نازل بقى في الاستوري، وماكس كمان وماكس كمان. فانا هامن ماكس ومؤمن وسترايك الراوند ده. ف انا كنت ماهوش مؤمن. بابلو بيطلع من الاوضه، كنت غرفه الكهرباء ولقيت بابلو وبيبو كانوا خارجين، وانا كنت رايح اعمل التاسك، كانوا خارجين مع بعض. طب حد عارف مين قتل؟ ماشي بابلو قال، بابلو قال ان هو مؤمن بس. لا طب ثانيه، بس بابلو قال ان هو مؤمن، ومؤمن انا اقول لك انه مش هو عشان انا شفته اصلا معاه. فحد عنده دليل تاني يا شباب؟ ايوه انا شفت مؤمن كمان. انا شفت بابلو وبيبو كانوا خارجين مع بعض ورا بعض. انا شكك في بابلو وسترايك صراحه. ما انا مع اسرات الصراحه انا اتلخبطت، فانا همس كده تمام. بس على فكره انا امن ماكس وسترايك ومؤمن كمان. تمام لازم نتكلم بالطريقة دي علشان نوريهم ان هو ايه، لازم فعليا نتكلم بالطريقة دي. ايه ناخد الامور بسلاسة وبهدوء ونستعجلش. مواعيدكوا جاية. لا بابلو الوتو ده بره. لا كنت انت مكشوف يا بابلو. جي جي انا عموتني، انا عموت نفسي، عموتني انا عموتني. قلتلكوا كان امرك مفضوح قوي يا بابلو، حرام عليك. كان امرك ايه ده يا بابلو؟ ماما خلاص، ما انت مت، مش عايزين نعمل بقى حركات من دي. هنستنى شويه بقى عشان القفله الجايه دي. يلا يا بنوب جنبي. اوكي لا انا مش هاتي. اوكي اتعمل خلاص، يلا بينا. اللي مستخبي ما كنتش شايف حاجه. مين اللي مات؟ البنوب اللي مات كان تحت عند الرياكتور، كان معايا ماكس. ماكس ما قتلوش لان ماكس معايا من بدايه الراوند. ماكس يعني انا امن ماكس زي ما قلت لك. اسكت الله يخرب بيت ابوك اسكت. وانتوا كلكم كنتوا رايحين عند الرياكتور يا اسطى. انا سبقت يا بنوب اصلا، سبقت يا بنوب. وكان في حد دخل الرياكتور قبلنا وطلع، بس انا مش فاكر هو مين. ماكس كان معايا، ماكس كان معايا. انا يا اسطى انا ما قلتش انه ماكس، لان انا اصلا قلت ان ماكس هو كويس، ما فيش حد. ايوه ماكس كويس ماشي، بس انا عايز اقول حاجه من اول الجيم اصلا. سومنيول وسترايك، لا سترايك لا، فاز وفوبيا انا الاثنين ما شفتهمش،
مبدئيا من اول الجيم، وانا من لو احنا كنا تحت ما شفتهمش، مش فاكر انا شفت انا حد شفت فيهم. اللي اسمه فاسفو ده جاي من الشمال، مش عارف بقى من عند الميد باي ولا منين، بس هو كان جاي من هناك. يا جدعان يا جدعان، بصوا انا هقول لك حاجه، وانا انا عموما سبقت، شكلي انا كنت سبقت، انا سترايك. سبقت ابنوب وانا بعمل مهمه في الراكتور. انت دلوقتي ايه سترايك جو عمل الريبورت، فانا مش عارف هو مين، وانت جاي تقول ان هو انا اللي، انا اللي كنت ماشي، انا اصلا سبقت ابنوب ومع ودخلت جوه لقيت في حد اصلا طلع قبلي بس انا مش فاكر مين، فهمت فانا كده، هسكيب، انا هسكيب عموما ما اعرفش يلا هو مين. تمام. اللي يا رب تمشي عليهم، مشيت عليهم، مشيت عليهم، معاش معاش عليا، لا ده انا هدوخه وعامل نفسهم النهارده كده. صلح لهم الكهرباء، ماشي صلحت الكهرباء. كمل مهمة الداونلود وانا مش عارف في ايه. ربع ايه، في حد في الكام صح؟ لا مفيش حد في الكام، حد في الاوتو ده، ربما يكون حد شاف. ماكس ايوه هيلاقوا البتاع ده. انا كنت بعمل ميشن لقيت الو سترايك داخل عليا كأنه عايز يقتلني كده، معرفش. بص يا باشا، انا فتحت الميتنج لان كان في مهمه في الميد بي، شايف انا مؤمن واقف عليها، اللي هي مهمه اللي هو بيختار سيمبل من السيمبلز، ماشي. مفترض المهمه دي مش بتاخد وقت كتير، انت بتضغط على الزر وتمشي بعيد. انا كنت شايف مؤمن واقف مده طويله على المهمه دي، حاسس انه بيفيك بيعمل مهمه يعني فيك طيب مش بس حقيقي. لحظة، سترايك اللي عامل ريبورت الجزء كانت فين؟ لا انا ما عملتش ريبورت، انا عملت ميتنج. عملت ميتنج ده كان في اصلا، ده يا اسطى ده مش عارف في حد مات اصلا، انت خدتش بالك؟ في مين الواد اللي اللي اسمه مات؟ سميرو ده مات. ايوه مات، بس ما حدش عارف جثته كانت فين؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. لا لا خلاص، طب ما عندكش اي دليل؟ طب ماشي، انتوا شاكين في مومن. طب بص، مومن موتشنج يو تاني، للمره التانيه موتشنج يو، بس انا ما عنديش اي دليل ضدك. وعلى فكره يا جدعان ممكن تسكب عادي، لسه هو امبوستر واحد بس، احنا دلوقتي خمسه. ايش خد عليا دليل وبغوته عليا. اوش ايه ده؟ طيب هنشوف، هنشوف اذا كان انت لا وطه. تبا من احلام البسطاء. اوكي، ده ورقه الرابحه بتاعتي ضاعت، ورقه الرابحه بتاعتي ضاعت، فانا هروح دلوقتي الادمن. اعمل مود الابلود، تمام حاسس ان دي ابلود يعني. ايوه ماكس، ايوه ماكس، في ايه؟ اورانج، اورانج ممكن كنت تروح للإلكتريكال. راح للالكتريكال. انا شفته، بس انت رايح من الالكتريكال من عند الابر انجن ليه؟ سؤال يعني. سترايك اند دوك سيف. طب ماشي، على فكره برضه انا برضه هسيف على سترايك وسيف على ماكس برضه، لان الاتنين من اول الجيم شغالين صح. بس لحظه لحظه، هو فعلا فاز وعمل حركه غريبه شويه، انت ليه رحت الالكتريكال من عند الابر انجن؟ عادي رحت من فوق عادي. طب ما كنت تروحها من تحت الاستورج، احنا كلنا بنروح من عند الاستورج، انت رحتها من الابر انجن هتلاقي هتاخد لفه طويله، أنا بعمل كده كل مرة الا عادي. بقى لو كنت عايز تروح تعمل حاجه. ما لا ايه هي كده كده، لو زدت صوت على صوت. انا فوت عليك الصراحه، احنا خلاص، ما احنا دلوقتي اربعه لازم نفوت، يا تطلع انت يا اما يا اما كده ايه احتمال بقى نخش في الجيم اللي بعديه. أنا هعمل سكيب. اوكي كده تعادل. واتشينج يو، ماشي واتش مي فازو. ماشي. طب 3 1 6 7 2 يا باشا، يا باشا اللي عملت ايه كده؟ خلاص سترايك سيف، سترايك اعلن على سيف.
يا ابني يا ابني، المبصر اللي عمال يعمل ده. ولا لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي وطة. لقيتها فين يا ماكس؟ لقيتها فين؟ الكتريكال؟ وات؟ انا كده كده كنت في الويبونز. لقيتها في الالكتريكال؟ ويبونز. طبعا بص لك شافني. تمام. هو انت يا فندم، انا عملت ايه؟ هو انت مبدئيا ماكس ما كانش بيعمل حاجه من اول الجيم، تمام؟ ماكس بص كان لك شافني. سليم قدام، كان سليم جامد، ما عملش حاجه من اول الجيم، وانا اصلا كنت شغال من ساعتها اصلا في الابر انجن، بعمل اللي هي التوصيل، اللي هي الزوايا، ضبط الزوايا اللي هناك دي، تمام؟ انت كنت بقى فاز وبتقول لي في الويبنز. عايز اقول لك حاجه، اصلا انت فايكت مهمه في الويبنز وانا شفتك هناك فايكتها وما كنتش بتعملها. تمام، عايزين صوت على صوت خلصان كده كده. مش خلصان، هو انت خلصان، هو انت ايزي يا جدعان، ايزي جيم، خلصنا. ايزي جيم، ايزي جيم، ايزي جيم، جي 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 جي. ايزي 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 يا نوبس، ايزي. والله شاكك فيك من الصبح. ده انا انا عارف هو كان واقف لفتكم حوالين نفسكم. بص يا هو كان واقف اساسا قدام تاسك، اللي يعني كان واقف قدام منطقة ما فيهاش تاسك اساسا. يا جود جيم جود جيم. انا عارف، ما يا ايزي ايزي. اوكي كده شباب، نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ماكس ما تنسوش لايك سبسكرايب، شوفوا الحلقات اللي فاتت. كان معانا النهارده ماكس، بابلو، بيبو، سامونيلا، مين تاني؟ مؤمن البيجري ده، ومين تاني يا رب؟ سترايك كمان. فبس كده شباب، يلا يلا، عايزين حاجه؟ يلا مع السلامه.